هوايات الصغار. منذ أن بدأ عصر الحاسوب والهاتف النقال، بدأت معه خصومة كبيرة بين هوايات الأمس وهوايات اليوم. هوايات الأمس هي حكايات وألغاز الجدات والألعاب المتوارثة أباً عن جد. هوايات الأمس هي تعلم الموسيقى والرسم. أما هوايات اليوم فهي الألعاب الإلكترونية الجذابة الساحرة. لقد استولت هذه الألعاب بمغرياتها على أوقات الأطفال وأسرتهم، فاتخذوها هواية وحيدة وصاروا سجناء غرفهم الضيقة. لقد أبعدتهم عن اللعب الذي يقوي عضلاتهم وينمي أجسامهم ويحفزهم على الجد والنشاط، كما أبعدتهم عن الطبيعة التي هي مصدر الحيوية والجمال، وجعلتهم أقل اتصالا بغيرهم، فتراهم منزوين في ركن من المنزل يحدقون في هواتفهم. وغالبا ما يهوى الأطفال ثلاثة أنواع من هذه الألعاب: الألعاب التعليمية الهادفة، وتهدف إلى تعلم اللغات أو الرياضيات أو العلوم الأخرى، لكن بطرق تجمع بين المتعة والتسلية واللعب، وتقوم بنقل المعلومة لمن يلعبها بأسلوب مسلي، فنحن نلعب ونتسلى ونتعلم في الوقت نفسه. ألعاب الذكاء: تعتمد ألعاب الذكاء على التفكير في اتخاذ القرارات، ومن أمثلتها مباريات كرة القدم الإلكترونية، ولعبة التخفي، ولعبة الشطرنج. ألعاب الترفيه والتسلية: وتهدف لملء أوقات الفراغ. تتسم هذه الألعاب بكون مستوياتها تتدرج من السهولة إلى الصعوبة، وهي تستخدم الصور الجذابة والألوان المختلفة والأصوات المعبرة، مما يجعل الأطفال يحبونها، كالمطاردات والصيد الافتراضي وغيرهم. إن أجهزة التواصل الإلكتروني أصبحت في عصرنا الحالي ملازمة للصغار والكبار، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن ما ينبغي احترامه هو استشارة أفراد الأسرة عند الاستعمال.